هذا العنوان جزء من آية من سورة هود، وهذه الآية قال الله تعالى فيها وفي التي تليها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. في هاتين الآيتين موعظة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عموما وللمؤمنين وللناس، لأن الموعظة الأمر مع الترغيب والنهي مع الترهيب، وهذه الآية فيها أمر وفيها نهي وفيها كذلك المآل في الآخرة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت، هذا أمر، ومن تاب معك ولا تطغوا، وهذا نهي، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهذا نهي، فتمسكم النار، وهذا وعيد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لذلك هذه الآية تفيد فوائد، منها أن العبد الواجب عليه أن يستقيم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الاستقامة ليست بالهوى وليست بالعقول، بمجرد العقول، ولا بمجرد العواطف، ولا بمجرد الآراء، وإنما الاستقامة باتباع الوحي. فاستقم كما أمرت لا كما رأيت، فاستقم كما أمرت. وأمر إذا جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالآمر هو الله تعالى، وإذا جاءت في حق الصحابة فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ربه سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت. وكذلك من فوائد هذه الآية أن الذي يستقيم ينجو في الآخرة، وأن الذي ينحرف يهلك في الآخرة، يهلك فيدخل النار. لذلك هناك صراط مستقيم أوله في الدنيا وآخره في الجنة، في طريق، الطريق ده أوله هنا في الدنيا وآخره في الجنة، والطريق ده في الدنيا ما حسي، ما في طريق، والكلام ده نحن نكرره كثيرا وهو مهم. يعني بتلقى طريق الآن تمشي بجاي طريق ترجع بحري، تمشي المؤسسة وتمشي وين وين، وتلقى طريق تمشي الكدر، وطريق الحلفاية، وطريق تمشي أم درمان، وطريق كذا وكذا وكذا، ما في طريق اسمه طريق الاستقامة بتخش فيه بعربية، ما في. لكن الطريق ده تدخل فيه بالقلب وبالعمل، معنوي في الدنيا وبالقلب وبالعمل، يعني ما حسي، إذا قلنا معنوي يعني ضد الحسي، ده هذا المراد. وتدخل فيه بالقلب والعمل كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال ونقل عن بعض السلف، نقل ابن الجوزي أيضا في صفة الصفوة عن بعض السلف
كلاما يشبه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: مفازات الدنيا تقطع بالأقدام، ومفازات الآخرة تقطع بالقلوب، هكذا في صفة الصفوة. وعند ابن القيم في الفوائد: يسير العبد إلى الله لا ببدنه وإنما بقلبه وعمله. انت بتمشي لي الله سبحانه وتعالى بالقلب والعمل، عشان كذي قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قال ابن القيم في الفوائد في هذه الآيات: صفات أهل الجنة في هذه الآيات أربع صفات: أن الذي يدخل الجنة أواب كثير الأوبة، وأنه حفيظ. قال ابن باز: الحفيظ عن معصية الله، الأواب بالقيام بطاعة الله، وأواب كثير الأوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهاتان صفتان: أواب، حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، وهذا بالقلب، وجاء بقلب منيب راجع إلى الله تعالى، وهذا أيضا بالقلب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعدين يا جماعة، في ناس قائلين نفسهم بيستقيموا، وهم في النهاية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. واحد تلقاه قال نفسه استقام ومتنطع، تلقاه يبقى تكفيري، يكفر المسلمين ويكفر حكام المسلمين، وبعد شوي يلبس له حزام ناسف يقع في نصهن، وقبليه يمشي وين، يسافر برا البلد ماشي كذا وماشي كذا وكذا والى اخره. رب العزة والجلال قال: ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، وأنه لما طغى الماء جاوز الحد. لذلك نهى الله تعالى في الاستقامة عن الطغيان، عن مجاوزة الحد. هذه الاستقامة لها حد. الزول يا جماعة اللي بيستقيم في الدنيا دي، بعدين لما تجي الآخرة الطريق ده بيبقى حسي، والزول بيطلع فيه برجليه، وبعدين بيبقى حسي. هنا لو كان ماشي عديل هناك بيمشي عديل، وهنا لو انحرف هناك برضه شنو؟ بينحرف، وهناك لو انحرف بيحصل له شنو؟ بيقع في النار. بعدين الصراط المنصوب بين ظهراني جهنم، صراط ده شيخ الفوزان في شرح السنة قال للبربهاري، قال في الشرح: الصراط قال أحد من السيف، وأرق أو أدق من الشعر، سبيبة الشعر. وذكر كلاما آخر، لكن في النهاية الصراط ده شيء مخيف، وبعدين مظلم، ومدحضة مذلة تزل فيه الأقدام. الزول بينزلق بيقع في النار، ومرات يتجرح، ومرات يتقسم. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: به خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان. تخيل الشيء ده بين جهنم، ظهراني جهنم، حاجة بعيدة جدا، وانت تطلع فيه برجليك، وجهنم قدر كيف؟ حاجة كبيرة. قال: اكترمي بشرر كالقصر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما كان جالسا مع أصحابه: فسمعوا وجبة، أي سمعوا صوت شيء قد سقط، حاجة وقعت رب. فقال: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر قذف من جهنم من الشفير فوق،
فما زال يغوص فيها منذ 70 سنة بلغ اليوم قعرها. يعني لو خدت طفل فوق رموه جاي غايص، رموه ما ماشي بكرعه جاي غايص، عشان يصل تحت بيصل عمره 70 سنة. شدة دي باقي لقى دور كيف؟ موضوع ده مخيف جدا وخطير جدا. وبعد عرضة دي طولة انصبوا الصراط فوق ليها، والصراط ده ما عود ولا حاجة قدر الميكروفون ده ولا كذا ولا هنا بتاعت الميكروفون ده ولا قدر السلك ده، حاجة أرقى من دي تتخيل ماشي فيها، وتحتك جهنم وما ماشي ساي مظلم ومدحض مزلة تزل فيه الأقدام، وبه خطاطيف وكلاليب، وذاته ما فاضي في حاجات بترميك بحسب الأعمال وبحسب الإيمان وبحسب يعني ما يلقى به العبد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة الموضوع ده مخيف جدا، عشان كده في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الصراط كلما صعد رجل أي من أمته يقول اللهم سلم سلم حتى ينجو، ويدخل العباد يصعدون في هذا الصراط. قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إلى 3 أقسام أو ذكر 3 أقسام، قال فناج مسلم، زول بنجو سليم بمشي، وناج مخدوش، زول بنجو لكن قبليه شنو بيتجرح والنار لحد ما يمشي بغادي، ومكردس، وجاءت رواية لفظ آخر التالت ده بيقع في النار، تخيل زول يمشي يقع، واحد يمشي يتشقى قسمين وقع في النار. قال ابن عثيمين رحمه الله وكلما سارع العبد في الطاعة في الدنيا أسرع في الصراط، قدر ما يكون سريع في الطاعة في الدنيا، في شرحه لرياض الصالحين كلما أسرع في الطاعة، لأن الجزاء من جنس العمل، سريع في الطاعة هناك بيمشي شنو؟ سريع، وبطيء في الطاعة هناك بيمشي شنو؟ بطيء. عشان كذا ناس كلمح البصر، ناس كالبرق، وناس كأجاويد الخيل، وناس يعني كالذي يركض، وبعضهم يمشي ويسقط ويقوم إلى أن يخرجه الله سبحانه وتعالى. عشان كذا يا جماعة ده موضوع راجي الناس قدام، الزول من هنا يستقيم، وعشان تستقيم الموضوع ده أنا بذكر فيه 4 محاور، ويا ريت لو الناس حفظتها ونشرتها بين المسلمين، الزول يعملها في النصائح في كذا ينشرها بين الناس، والزول في البيت أولاده زوجته إلى آخره. المحور الأول لماذا يستقيم العبد؟ الجواب باختصار ليرضى الله عنه وليدخل الجنة وينجو من النار، يدخل في النعيم وينجو من العذاب. الزول اللي بيستقيم باختصار شديد جدا، أول شيء في الدنيا بكون سعيد، وفي الآخرة من الموت بموت حسن خاتمة، من الموت ده بكون متكيف جدا، مش الزول في الموت في ناس بيتجرسوا وأنا ما داير أموت وصبروا شوية ولسه شاب رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، في ناس بيتجرسوا، له ده في الموت بيكون متكيف جدا لانه بتبشر الملائكه، وفي الدنيا دي قبل الموت بيكون مرتاح. المستقيم الزول المستقيم مرتاح، حس المنحرف تلقاه ملاوز، الزول لو دار يصلي بلاوز ولا بيجي الجامع مرتاح جدا، لكن لو داري يشرب بونجو تلقاه بيتلفت ويعاين، لو داري يشرب خمرة يعاين، ما في عربية ظهرية جاية ماشة ما في شنو، بكون ملاوز. لكن الزول اللي بيعمل في الخير ده شنو؟ بكون مرتاح وفي قلبه مرتاح، بخلاف المنحرف. قال الله تعالى
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دول تلقاه قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولي أخ تلقاهم شباب بدل واحد اجتهد في القرآن والاستقامة وي المسجد واسمع الدروس سيتو مسجدكم ده نحسبكم فيكم خير شباب كتار قاعدين وبرضو أبهاتنا أعمامنا قاعدين جزاهم الله خير أعمامنا لكن في محلات كثيرة تلقى الشباب المسجد تلقاه نفرين ثلاثة والحفلة ملانة ويمشي الفنان يغش ونزاي ويقضب لهم ويبكوا جماعة ولاقيته باللفة والألم اللي عليه خفة ألم بتاع شنو ألم بتاع شنو وياته ألم ذاته وألم وين ذاته أنا دار أعرف ألم وين ألم في القلب معلمين نفسهم براهم زول تلقى عمره 80 ولا 70 سنة وتلقى لسه بغني ولا بجيب الفنانين غني لنا يا فلان وهاي يا فلانة وانتوا خطيرين اوك والله الله يحفظك يا فلان هو بغني الله يحفظك يا فلان متكيف منه جدا ومصايب ثقيله جدا وانتوا عارفين الحاصل ما في داعي نفصل لكن في نهايه الامر ابتلاءات ناس واوهام زاي والله غنى ده اوهام زاي سبب لي اذيه وما انت ومالك ومال الاذى ممكن تسبب انت مالك ومال الاذى ده القران ده قاعد يسبب لك اذيه القران ما تقرأ والله ما بعرف وقف المركب خلي الشباب يركب داري يغرقهم معه الشباب داري يغرقهم ومصايب كثيره جدا ويجيبون شباب وبنات يا اخي واحد كان مؤذن في بلدنا مؤذن والله لما نأذن انا مرات لما نقيف اسمعه متكيف جدا منه قدرنا شاب بعد شويه اختفى اذان وجيت ما قاعد اسمعه بعد فترة لقيته في البص ركبت البص لقيته قاعد وعمك الكبير ببدلة ذاك وعكاز مش عارف تعرفوه قاعد والزول قاعد وفلفل شعره بيقى ماسك ميكروفونه وبيغني للناس والله الذي لا إله غيره ها مصائب ثقيلة جدا وبلاوي لذلك يا جماعة الغنى ده والله آلام ساي وما في فايدة ما في فايدة انتوا لاقاكم فنان قال بروا الوالدين اتقوا الله غضوا ابصاركم بيقدر يشتغل حفلة دي نفرين ما بيجوا الا ثلاثة الله اعلم لكن الا اللي خبيت لهم وكلها مصايب ثقيلة وشغلوا نفسهم والرسول عليه الصلاة والسلام زمان حسم لك الموضوع ده في صحيح البخاري قال ليكونن من امتي اقوام في صحيح البخاري يستحلون الحرى أي الزنا والحرير للرجال محرم والخمر والمعازف شكذي ابن القيم في إغاثة الأهفان في الجزء الأول لما ناقش الغنى وجاب الأدلة والنصوص أورد مجموعة من النصوص وجاب فيها كلام الأئمة الأربعة جاب كلام الإمام مالك والشافعي وأحمد وجاب كلام الأحناف وجاب 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 منها قال جاء رجل إلى ابن عباس حزم الموضوع بس قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس ما تقول في الغناء الغنى ده حلال ولا حرام قال يا هذا أرأيت لو أن القيامة قامت وجيء بالحق والباطل مع أيهما يكون الغناء مع الحق قرآن والتسبيح والحق والعلم ولا مع الباطل واللغو والشر فقال الرجل مع الباطل قال إذن أفتيت نفسك خلاص الموضوع نهيته براك أفتيت نفسك وما يعقل فلذلك يا جماعة كثير من الناس بينشغل بالأشياء الزول اللي يقبل على القرآن ويقبل على الطاعة كثير من الشباب في آلام الآن
واحدين يشربوا شنو بعرف يلفلفوا، واحدين يبلعوه، ويا اخي العيان كان ادو حبه يتجرس، ده زول نصيح وبيبلع في الحبوب ليه ما بعرف، والعيان بيتجرس منه وده يبلع، واحدين كمان انا ذات ده مزاج غريب خلاص، زول لا يظبط مزاجه ينطعم، اصل الناس ما جنت يا عمنا والله يقرب خلاص، والله حاجات تحير ذاته، وقيف وبلاوي ومصايب ثقيله جدا، واحدين بيجاي واحدين بيغادي، ويمشوا الجامعات بعد ان يقروا يعدوها ونسات ساي، قاعدين اثنين اثنين زي والدبرك وبدع شوشه قاعدين يتونسوا، يشربوا في البارد نص وبخلوا نص، وكان برب قرطيعه كلها، لكن ده يعمل ظريف قدام دي، والعيشه نصها وبراو الكيس ذاته يبقى في خطر، لكن قدامه قاعد يعمل فيها ظريف، ياكل نص ويخلي نص، يا زول خاف ربك سبحانه وتعالى، وغش في بنات المسلمين، لكن الذي يستقيم بيكون مرتاح، وين بيكون مرتاح؟ الآية 97 من سورة النحل، دي آية عجيبة، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة طيبة، الله سبحانه وتعالى لو قال سنحييه حياة طيبة الكلام ده صدق، لأن الله تعالى أصدق القائلين، لكن أكد الكلام قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني ده في الدنيا مجية وفي الآخرة شنو مجية، فلنحيينه حياة طيبة، قال علي رضي الله عنه الحياة الطيبة القناعة في تفسير ابن كثير لهذه الآية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحياة الطيبة الرزق الحلال، وقال عكرمة والحسن عليهما رحمة الله من التابعين قال لا راحة للعبد إلا في الجنة بعد الموت، وقال ابن كثير وأورد حديثا في صحيح مسلم أصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث يجمع هذه التفاسير، قال قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آتاه، ده في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آتاه، شكي زول لمن يكون مستقيم بيكون مرتاح، وبعدين رب العزة والجلال قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن شنو القلوب، الراحة دي ما في القلوب، هسي زول تلقاه عنده عمارات ويمشي الحج عنده قروش، في الحج تلقاه شايل هم، جسمه تمام وعنده قروش لكن شايل هم، ولك والله عندي شيك ولازم ارجع بدري ان شاء الله الطياره دي ما تتاخر، بعدين كان دخلوه الشغله دي ما في مشاكل وشنو ووك، تلقاه شايل هم، زول تلقاه عنده قروش كثيره جدا، وبعد ده لسه بيمشي السوق ويجمع 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 ويجمع، لانه القلب ما مرتاح، واحد تلقاه همه السياسه بس من صغير لما يعجز سياسة، وهذا الوزير وهذا الزلط وهذا ما بعرف والمستشفى ديك ودي كذا وهذا، يا ناس شكي إسحاق بن راهويه رحمه الله قال في صفة الصفوة آخر أمراض القلوب خروجا منها منه قال حب الرئاسة، كان الله ابتلاك بأمراض زي دي أمراض خطيرة، سلطة ومال المال ده دي غريزة في الزول، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، لكن ما يبقى شغلك شنو الشاغل، تشتغل تأكل أولادك وناك بعدين الشيء البسيط وخلاص تشوق دربك، همك يكون الآخرة عايش عشان الآخرة، قال تعالى في سورة النساء
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا، تشق التمرة المصمازة دي جوا، القدة اللي بيفوق في ظهرها ده النقير، القدة الصغيرة دي ده النقير في القرآن الله ورده سبحانه، والغشاء الأبيض ده القطمير، ولما تفتح بطونها بغادل في الشق ده الفتيل. قال ولا تظلمون فتيلا، ده في الآخر. عشان كذا ابن كثير قال آخرة التقي خير من دنياه. الزول اللي بتلقاه مبتلى بالشهوات، زول عنده قوة وشهوة وشاب، لكن تلقاه شنو؟ يغض بصره مستقيم، دار يسمع الغنى لكن بخاف الله سبحانه وتعالى، دار يمشي النادي بجاي كشتين وضمن لكن ما دار يضيع زمن، يقوم يخلي النادي يجي المساجد ويحضر المحاضرات، بجاهد في نفسه وتقي تعبان، آخرته أفضل من دنياه. الدنيا دي ما زائلة، في النهاية بتنتهي، إن طال الزمان أو قصر بتنتهي. ولذلك يا جماعة الزول المستقيم في الدنيا مرتاح، وفي الموت مرتاح، وفي الآخرة مرتاح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى رجح أنها تتنزل بعد القيام من القبور، ورجح ابن كثير أنها تتنزل في لحظات الموت، من الموت يجيه فشل كلوي ولا يجيه مرض ولا سوى حادث وراقد في السرير والدربات شغالة والأجهزة، بعد شوية أجل تم تجي والملائكة نازلة في غرفته، تجي والملائكة وشوف الأجنحة والشغل قدامه، من الوقت ده بكون متكيف، مش في ناس خايفين، هو بكون متكيف الموت، لأنه أنت مما تشوف الملائكة بيض الوجوه ومناظر طيبة بيجيك انشراح بعد. والحديث والكلام ده الرسول قاله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، قالت كلنا يكره الموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. في حديث البراء في المسند وفي سنن الترمذي فصل في الموت والملائكة والنزول إلى آخره، لكن في هذا الحديث قال تأتيه ملائكة الرحمن فتبشره برضوان من الله فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، ده من الموت بيكون فرحان. شكيف في ناس في الموت تلقاه منشرح، تلقاه منشرح جدا وشاف الشغل ده. وأما الآخر الكافر والعاصي إلى آخره فتأتيه ملائكة العذاب أو ملائكة الموت فتبشره بسخط من الله أو بغضب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الزول في المودة مستقيم بيكون مرتاح والله مع الآلام والشدة والنزع ويبتلى، لكن بعد ده تجي البشريات، تلقى في المرض يتألم ألم شديد وصداع هناك، لكن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. والملائكة تنزل على خلاص، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، قال ابن كثير مما يستقبلكم، ولا تحزنوا قال على ما خلفتم من الأموال والأولاد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. زول قالوا ليه ثلاثة حاجات دي تاني عنده شيء في الموت؟ قالوا ليه انت قدام أمورك ما تخاف، ورا مش الأولاد ديل، وانت في الدنيا كنت تقي ومستقيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أولادك ديل انت مش كنت زول تمام، الله بيحفظهم لك، وبعدين قدام الجنة تاني دار شنو قدامك الجنة، فيفرح
وينجو من النار. عشان كذا أهل النار رب العزة والجلال قال ده المحور الأول عشان نمشي للثاني. قال في سورة الحاقة في الأشقياء قال عنهم: وأما من أوتي كتابه بشماله، طبعا يده دي بيجيبوا له بورا، الشمال ذاته تتلوي بورا، عشان كده بتلقى في نص في بعض النصوص وراء ظهره، في بعض النصوص بشماله ذات الشمال ورد، والصحف تتطاير فيسقط كتابه في شماله وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، أي الموت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا شنو؟ إلا الخاطئون. قال السعدي: الذين أخطأوا الطريق المستقيم أو صراط الله سبحانه وتعالى دل الخاطئون، أما المستقيمون فإنهم يدخلون في رحمة الله وفي جنته. ده المحور الأول. المحور الثاني: الاستقامة. كيف تكون الاستقامة؟ تكون بأمور ملخصها 4 أمور. ده المحور الثاني. كيف الزول يستقيم؟ زول لا يستقيم، كيف يستقيم؟ الحاجة الأولى أو الشيء الأول والأمر الأول الدعاء. دار تستقيم تدعو الله سبحانه وتعالى، خاصة في الزمن ده يا جماعة فتن كثيرة، شهوات وشبهات ومشاكل وحاجات كثيرة جدا، لازم يجيبون في التلفزيون يقولوا كلام غريب مرة، واحد في التلفزيون، واحدين في الرادي، واحدين في وين، واحدين في وين، حاجات غريبة جدا. واحدة في الرادي قالت في إذاعة، قالت: نحن جبريل وميكائيل معانا في الاستوديو، جبريل وميكائيل يجوا السودان، وقت يجوا السودان يمشوا محل الموسيقى. ده بتصدق ويتا ومصايب جدا. ويوم أربع قالت الكلام في إذاعة معروفة، لذلك مشاكل وأشياء منتشرة، زول يجيبوه في التلفزيون يقول للناس: الغنى قسمين، في غنى حلال وغنى حرام، وطبعا نجر زاي من راسه، نجر زاي. قال له: أنا الغنى بتاع الحقيبة القديم، بتاع الحقيبة والناس الكبار والفنانين الكبار وناي، ده حلال ما فيه شيء. لكن قال الجداد ديل، الغنى بتاع الجداد ديل ده حرام والله. البتمو، شفت الباقي البتمو ذاك مبدا والشقيلاب وذيل، ده حرام ده. الدليل شنو؟ قال تعالى، انا ذاتي حيرني والله، قال تعالى، هل انت تتوقع ايه يجيبوها في كلام زي ده؟ قال تعالى: فاما الزبد فيذهب جفاء، ده الغنى الجديد، واما ما ينفع الناس ده الغنى القديم، فيمكث في الارض. قصدي ده كلام يقولوا والكبار قاعدين، الكبار يعني الناس من الكبار ده، الكبار ذاته كلام ينفع الناس، صدفة وصدفة، قصدي ده فيه نفع، بعبد حبك ده فيه نفع، والبعبودة يا ناس ده فيه نفع، وأمامك كله لخبة زاي ما فالآية دي، ده ما موضعها والله، ده كلام والله، قول على الله بغير علم، هو قول على الله ما لم يقله الله سبحانه وتعالى. الله قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وذول عنده عذاب مهين، ده عمل شيء حلال ولا حرام؟ شيء حرام. في تفسير ابن كثير قال لهو الحديث في هذه الآية 6 من سورة لقمان، قال هو الغناء، هو الغناء
لذلك كل لخبة يجيبون في التلفزيونات ناس يحللوا الربا وناس يحللوا وتعاملات ربوية وتحايل على الربا وبيع ما لا يملك وأشياء فتاوى كثيرة جدا حللوا لنا التمويل الأزرق وشنو ما بعرف وش ومصايب يجيبون في التلفزيونات وفي الإذاعات. ده غير البدعو إلى الكفر الصراح. زول يجيبوه في التلفزيون يقول غير الله بيخلق عديل كده، غير الله بيخلق. ورب العزة والجلال يتحدى الناس كلهم يتحدون، ما قال يا أيها الكافرون، لا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شوف الدمار ده قد كيف، ما قال فيل ولا جاب أسد ولا جاب حاجة كبيرة شديد، لن يخلقوا ذبابا. خلى لهم شيطان وما كذب، بس ولو اجتمعوا له، مش واحد ولا اثنين، كلهم كان اجتمعوا بس يخلقوا ذباب. ضبانة ما بيقدر، واحدين الأجنحة واحدين يجيه العيون بتاعت الضبان، واحدين الكرعين ما بيقدر، واحدين اللي تمشي وتجي سريع ديك ما بيقدر كلهم. وما كذي بس قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، إن أداة شرط وشيئا نكرة، في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء. والذباب ده بيسلب سلب، ما بيستاذنك يقول لك أنا جيتك الليلة أفطر معاك جاي العصير بعد الفطور، لا لا، بيخش طوالي بيخش كذا رجالة بيفطر معاك ويجي يخدرك يسوي تخدير. ما الجماعة ما شفتهم في جابوهم في النت، يقول لك بيخدر بيسوي تخدير ويجرح ويطير. التخدير بفيك يا دوب بيتحرقك، هو بكون طار عنده حاجات. قال بيسلب سلب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. زول يا جماعة حقه ما بجيبه من الضبان، ما بيقدر رجعه، يجيب لك حقتك الرايحة وغنمايتك الرايحة والدهيبات الراحت وأنا بعرف الرايح، أخ تعرف شو تجيب شو. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب البنادي غير الله سبحانه وتعالى، والمطلوب البنادي ذاته، ما قدروا الله حق قدره، نازل ما عظموا الله حق التعظيم. إن الله لقوي عزيز، الله ذا قوي وعظيم سبحانه وتعالى، كيف تخلي تقول فلان يخلق؟ عشان كذا يقول لك فلان بدي الجنة. أنا في مسألة الدعاء خلينا نمشي لقدام، إنك تدعو الله بالاستقامة دي أول خطوة، لأنه في فتن شغالة الآن ضللوا الناس. كيف زول يقول فلان بدي جنة؟ طيب ده اتزوج بعد سنة سنتين ولدوا له جنة، هل اداه منه؟ قالوا اداه والله تمام. وده اتزوج 7 سنة ما انجب، مشى لفلان، فلان قال له اديتك جنة، مش قال لي انا بسأل ليك الله والله بديك جنة، دي ما اعترضنا عليه ما قلنا، لكن قال لك فلان ذاته ادى جنة، ده بديك جنة، بيضمنوا لك بديك جنة. طيب ده أدى ذا جنة، ده أدوه جنة، مو عفوا ده أدوه جنة، أداه منه الله سبحانه وتعالى، وده ولدوا له جنة بعد 7 سنة، اللي أداه منه قالوا أداه فلان. الجنة ده اللي أداه الله فيه كم أضان؟ 2. وده اللي أداه الشيخ فيه كم أضان والفقيه فيه 2، ده حق الله ذاته، ما حاجة غريبة. انت جيب واحد فيه 3 يضنين صح ولا ما صح؟ انت جيب لك واحد فيه 3 يضنين عشان نفرق، نقول فعلا حق الله ده اللي ادانا لا الله فيه وضانين، ده فعلا حق الله، وده فيه 3 يضنين والله ده شيء جديد، ده حق فلان عشان تغنينا. لكن ده مرق في 9 شهور وده في 9 شهور، وده في النهاية عنده وضانين وده وضانين، عينين عينين، قدين في النخرة قدين في النخرة، ولا كرعين كرعين، يدين يدين، ما هو ذاته فريق جنو. شكي رب العزة والجلال قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله،
قل أفتخذتم عليك الله. شوف الآية دي واضحة كيف، أنا ماذا أفسرها بس إنت كذا شوفها بالراحة واضحة. الآية دي في سورة الرعد وفيها خمسة قل، خمسة قل. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء، في كلام أوضح من ذا؟ ما قالون الأولياء يا الله، لا يملكون لأنفسهم، مش ليك إنت، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، في تفسير أكثر من كذا. قل الله خالق كل شيء، نصدق الله ولا نصدق منه ولا نصدق ده؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. جنب الدي الله، والله يا جماعة دي مسألة أبو لهب لو مرقوا من قبره قالوا يا أبا لهب كيف أصبحت؟ الله مسخن شديد تحت معذب. أها رأيك شنو أنت الجنب الدي منه يا ناس؟ ما بدي والله خلاص أرقد، شكرا لك. كان قلت له يا أبا لهب في ناس عندنا بدوا الجنب، يقول لك أنت جنيت، والله الذي لا إله إلا هو تقال الكلام ده أنا من القرآن أقرأه. أبو لهب مش كافر ومشرك، وأبو جهل مش كافر ومشرك، وعقبة بن أبي معيط مش كافر ومشرك، صناديد من صناديد قريش. رب العزة والجلال قال عنهم ولئن سألتهم كفار ذل من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، في سورة الزخرف الصفحة الأخيرة. وفي الصفحة الأولى قال ولئن سألتهم ذي ذات كفار قريش من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. عارفين خالق الله، بس مشكلتهم قالوا كان مشينا له عديل ما بيقبلنا إلا نجيب واسطة، يعني يا الله يا الله الدين ما بدينا، لكن نجي ونقول له يا الله عشان دين الدين وكذب الدين، ولا نقول يا ديل أسألوا لنا الله وهم ديل أصنام ولا ماتوا ولا فارقوا ولا غايبين دارين الواسطة. والله قال ما دار واسطة من الخلق من الناس ولا من الأصنام. رب العزة والجلال قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما دار واسطة زي شغلنا، ماذا؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو؟ إذا دعان. لو قال إذا دعا فلان ثم فلان دعاني أجيبه معلش، لكن قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لو دعاني هو إذا دعان. فليستجيبوا لي ما لفلان وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجماعة الزول دار استقيم، أنا ما دار أشتت الكلام، في فتن كثيرة تسأل الله الهداية، عشان كذا في كل رقعة أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الدعاء. وقال الله تعالى في سورة الأعراف والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك انت تسأل الله الهداية سبحانه وتعالى ليل نهار. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوم بالليل بيسأل الله الهداية في الصلاة، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. رسول عليه الصلاة والسلام لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنت تسأل الله يا جماعة ليل نهار تسأل الله الهداية. الحاجة الثانية تتعلم، الزول يتعلم عشان يعرف طريق الحق.
قال بكر بن خنيس رحمه الله تعالى: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقى؟ زول ما عارف الدرب كيف يسلكه. وانا بوريك في المحور الثالث ده بوريك انه الطريق ده سهل جدا، صعب ولا سهل ان شاء الله تعالى. فلا بد من العلم، لا بد الزول يتعلم، لان الله امر بالاستقامه، وما دام انه امر بالاستقامه يجب عليك ان تعرفها حتى تقوم بهذا الامر. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتعلم دروس تحضرها، محاضرات تحضرها النافعة، تقرأ الكتب، التسجيلات العلمية المفيدة للعلماء تسمعها، وهكذا تتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. زول يتعلم يا جماعة، يحرص كل الحرص على العلم ويصبر عليه، يصبر يا أخ. في سيرة الإمام النووي رحمه الله تعالى، في سيرته قال أحدهم: نظرت إلى يحيى، اللي هو النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي اسمه هكذا كنيته أبو زكريا. قال: نظرت إلى يحيى، أي إلى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو صبي والصبيان يلعبون ويأتون إليه فيدفعونه دفعا ويكرهونه على اللعب ويبكي حتى يجد القرآن فيقرأه فيقرأه. أتشفع جرب القوة، تعال العب. شابه صغير يبكي لما نزح منه، يجي طوالك يجي يقرأ القرآن، وذكر كلاما. ولذلك انت تحرص كل الحرص على العلم، ما تضيع زمنك ساجة. ما في ناس كتار ساعتين تلقى في الفيسبوك شغال، واكتب لي موضوع محسوم، جيب لك كديسة ومصحف والكديسة لافة وما بتطلع فوق المصحف، ويقعدوا يعلقوا عليها: وهذه الكديسة لم تطلع في المصحف. يعني المصحف ما بتعظمه إلا بالموضوع ده، ساعتين تلقى في الكديسة دي: وهذا الكلب طقشه قندراني. يا ذول حاصل شنو؟ كلاب كتار طقشت قندراني، والمواضيع فارغة في الفيسبوك، ضيعوا بقى زمنهم، والواتساب وما بعرف، وواحدين يرسلوا شغالين برضو، البنات يرسلوا برضو: كيف اصبحت؟ كيف امسيتي؟ اصبحنا كويسين كاختيناك وامسينا كويسين ثاني بشيء. ولا والليله اظن المحاضره دي هو تلقى داكيه ذاته، لا هم محاضره ولا شغال بمحاضره، وضيعوا في زمنه. الزول بندم. ابن القيم في الفوائد قال عن بعض السلف، قال: عجبت كل العجب، أو قال: عجبت من رجل عرف الجنة والنار كيف تمر عليه ساعة في غير طاعة. زول عرف إنه في جنة وفي نار، هو في الدنيا دي في امتحان، كيف تمر ساعة من عمره في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يا أخي؟ ناس تلقاهم في الصف بتاع البنزين، تلقى ورا هناك بدل يشغل قرآن ولا يطلع لك كتاب يستفيد منه ولا مصحف، تلقاه يشغل في الغنى وقاعد فاتح القزاز وخالف كراعه ولع في سيارته واقف في الصف، ومرات أربعة صباحا، مرات ثلاثة، مرات اثنين صباحا، يمرق له بدري. ذاك الفترة دي كان يمرق له بدري، وقت الثلث الأخير، لو سأل الله يمكن يفتحها على السودان شت ثلث الأخير، وتلقاه في الثلث الأخير أول شيء مأخر الصلاة، العشاء ما صلى، والصف بعيد بدل ينزل يصلي منتظر، يقول لك: والله مشكلتي دي ما انتهيتها ما برتاح، كان ما مليت العربية دي ما برتاح، ونشغل فيه غنى بل يشغل قرآن ولا شيء، مصايب كثيرة جدا وضياع على الوقت
كثير جدا، شباب تلقاهم في الجبنة موظفين، خدتوا الجبنة بعد الفطور وأربعة شباب قاعدين بيجاي بيجاي ما شفتهم قاعدين يلعبوا في اللودو بتاع الموبايل. شخط 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 كان تسجيل وقف بعدين الله كريم لكن الشغلة دي جاطت بعدين الله أعلم تلقاه شغال في شغلته دي والله الذي لا إله غير. ومسافات كثيرة وحاجات كثيرة جدا وأوقات ضائعة يندم عليها العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مستدرك الإمام الحاكم وهو في صحيح الجامع للألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. شبابك قبل هرمك، أي اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الوقت، اتعلم فيه، ما تضيع ساعه. والله الناس دخلوا القبور ديل إلا من شاء الله. لو واحد بس قومه قال له هنديك ساعة تعمل فيها شنو؟ ساعة بس، ده باقي لك الساعة دي بيحضر مسلسل يقول بس في حلقة الأخيرة نحضرها، ولا بيحضر كورة وهذا ميسي وما بعرف ووك وكريستيانو وداك بتاع الزيت ديك داك اسمه شنو؟ ها عمر ولا اسمه شنو؟ نيمار. وكلها لقبة زايدة يا زمن زايد بلاستيكة مالانا هوا. سكننا 20 راجل 22 وفي واحد في النص قال بيحكم قال وجاري وتعبوا نفسهم قايم، واحدين شايلين برضو اعلام بالجنبات وميدان ملان وكاميرات، واحد ماسك ميكروفون اوك ويرفع في صوته وينزله وجل جون وجون ويجيب الاخبار القد يا ناس، وعالم جايط كله بلاستيكة فيها هوا فيها هوا بس جارين وراء وشبكة وعرادات يا ناس ودق قومة وقاعدة. لذلك وألفاظ تخرج غريبة جدا، ما تضيع زمنك. زول البيبر والله مرق من قبره ده، في حديث في صحيح الجامع للألباني قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر رجل قبر حديثا، يعني زول دفنه جديد جديد، فقال ركعتان خفيفتان، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، نافلة ولا فريضة، في صحيفة هذا أو أحب إلى هذا في صحيفتي من بقية دنياكم. شفت ده بس كان قوموه، بس صلى ركعتين وخفيفات أحب لي في صحيفته من بقية دنياكم، كل الدنيا دي والكوراك والجوطة. فحافظ على وقتك، أفضل شيء تملأ به الوقت من أفضل الأشياء طلب العلم، تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تراجع المسائل، تضبطها، تبدأ وتبلغ الناس، تنشرها في المساجد، تبلغهم. والله في شباب بينهم وبين الاستقامة دي كلمة بس، كلمة بس صادقة بس بيسمعوها، تلقى بالميكروفون برا يسمع كلمة يقيف يتوب بسبب كلمة أنت كان ممكن تقولها. وشباب كتار واحد بتقعد معاه بيبكي، واحد عنده مشكلة الحل عندك أنت، بتقرا بتوريه بعد الله تعالى الحل عندك. وناس كتار غلبون اللي بيسووه، قبلوا كذي غنى، قبلوا بجاي عملوا اي شيء غلبوا مرتاحوا، راحتهم في الدين ده. والدين ما صعب كما سياتي البيان ان شاء الله تعالى، لكن في النهايه الانسان يتعلم، دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه او الشيء الثالث في الاستقامه العمل بالعلم. في ناس بيتعلموا لكن للاسف الشديد يخالف عمله علمه، عمله ده بخالف ذا العلم بتاعه.
ورب العزة والجلال قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا نقص في العقل، نقصان في العقل. فتعمل بالعلم كما ينسب لعلي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فتعمل بعلمك. وكما قال أبو عثمان الحريري رحمه الله تعالى: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، ذات عيان. لذلك الإنسان يعمل بعلمه، يعمل به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل الناس هلكا إلا العالمون، وكل العالمين هلكا إلا العاملون، وكل العاملين هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. قال لك الزول يتعلم ويعمل ويخلص لله سبحانه وتعالى. الخطوة الرابعة في الاستقامة أن يدعو الناس إلى الحق، ده من الاستقامة. لأنه يا جماعة الزول المؤمن يحب الخير لأخيه المؤمن، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتدعو الناس للخير، ده من الاستقامة، وده ذاته بعينك على يعني كثير من الأمور. كما قال الإلبيري رحمه الله تعالى عن العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هذا الزول بيبلغ الدين تلقى العلم بتاعه راكز، راكز في القلب، لأنه ببلغ. لكن تعلم ونايم، ما دار يتكلم في الدين، ما دار ينصح الناس، وخجلان. في واحدين بيخجلوا، ولك والله بخجل أجيب أتكلم في الدين، وتلقى جنبه مرة بالليل تكورك تغني. المرأة من صفاتها الحياء الخجل، هي دي الصفة دي انتهت منها أو فارقتها يعني، وبقت تغني وفي وسط رجال وبميكروفون وفي كلام فارغ زي تكورك به نص الليل تكورك. انت ذول ما شايل كلام فارغ، شايل نصوص قرآن وسنة، أقوى كلام وأفضل كلام وأحسن كلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. تخجل تقيم قدام الناس تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخجل، تقيم طوال تبلغ الناس. كثير مساجد أو في بعض المساجد تتكلم بعد واحد يقول لك والله جزاك الله خير، دي معلومة ما كنا عارفينها، دي تراه عرفنا. زول في مسجد مرة واحد عمره قريب 40 سنة، جبت أنا أوردت المسألة، وأصلا فيها حديث في مسنة الإمام أحمد، مسألة التسمية في الوضوء، وأيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، إن الزول في الوضوء يبدأ بالبسملة أو بسم الله، وبعض العلماء قال للوجوب واجب، وابن كثير قال تبدأ بها. المهم جبت المسألة دي جمعة في البيت، بعد انتهيت في البيت المشينا له، قال لي والله أول مرة ذاته نسمع، مع أنه دي حاجات وكثير بيسمعوا أشياء، وده ما يعني ما علي أنا شخصيا، المسألة دي عامة. أنت أنصح الناس وذكرون صح في المجلس في الأعلم منك وفي الأفضل وفي كذا، لكن ما يمنع يعني، ما نحن لما نتكلم معناه نحن أحسن الناس أو كذا، لا، لكن في قد يكون في الأعلم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا شنو
المرسل ولا شك أن المرسلين أفضل منه، لكن بعد تذكر الناس، لأنه مرات ذاته أنت لما تتكلم مرات في ناس بينبهوك ذاته لفوائد. في واحد تلقاه زول مضلع في اللغة يقول لك أنت يا ولدي جزاك الله خير، لكن المسألة دي أنت قلت كذا، قلت قال المشركون قال المشركين، وكان الصح تقول قال المشركون وكذا وكذا، ينبهك لبعض الأخطاء اللغوية اللي أنت تقع فيها كمثال يعني، وبتستفيد في اللي بينبهك في اللي بيديك فوائد، أنت اللي بتدي الناس فوائد وهكذا. الأذان جاهز. طيب يا جماعة، المحور الثاني كيف تكون الاستقامة، وانتهينا منه إن شاء الله تعالى بشيء من الاختصار. المحور الثالث قبل الأخير، بماذا تكون الاستقامة؟ يعني كون أنت بتسأل الله وبتتعلم وتعمل وتبلغ الناس، طيب أنت تتعلم شنو وتسأل الله الاستقامة، على ماذا تستقيم؟ وما الذي تعمل يعني حتى تستقيم؟ ما هو الشيء الذي تعمله؟ وما هو الشيء الذي تدعو الناس إليه؟ باختصار شديد جدا أمران. الزول بيستقيم يا جماعة على أمرين. الأمر الأول على العقيدة الصحيحة التوحيد، والأمر الثاني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما أصلا دين الإسلام. لو قال لك الإسلام ده كله في النهاية قائم على أصلين، أركان الإسلام الخمسة والأركان الإيمان الستة وكذا، أو قواعد الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وغيره، والإحسان ومراتب الدين، وكل الدين ده كله قائم على أصلين. ومن فهم هذين الأصلين فقد فهم الإسلام. الدين ده بسيط ما يصعب لك، ولا العلم تقعد فيه 40 سنة. يقول لك أنا 40 سنة بتعلم حتى أنا أبلغ الدعوة. لا لا، بسيط وتمش، تاني بسيط وتمش إلى أن تدخل القبر تتعلم وتبلغ، تتعلم وتبلغ. لكن ما تقول أنا أقيف 40 سنة، والدين كله من أوله لنهايته بأسباب النزول وتطبيق عملي في كم سنة؟ 23 سنة. كل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصعب لك تقعد 10 شهور ولا 4 شهور في تعلم التيمم. وهذا التيمم والدرس الجاي في التيمم بعد العشاء إن شاء الله فرصة للأسئلة في التيمم وكذا، التيمم وشهرين في التيمم، يعني ذا الوضوء بيقعد في كم شهر، والصلاة كم شهر، والحج كم، والصيام، وتلقاه يومين في المسواك، وإذا زاد عن شبر الشيطان بيطوطح فيه، يا شيطان بتاع شنو؟ وكان جبت فرشة بيحصل شنو؟ وكلام كثير فاضي ذا، ما تعلم الناس الدين القائم على الكتاب والسنة وميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ده واضح، إن الحلال بين وإن الحرام شنو؟ بين، وبينهما أمور مشتبهات. المشتبه ذاته بتمشي تنقح وبتلقى يا حلال يا حرام، موضوع انتهى. ولذلك هذا الدين قائم على أصلين، وهذه الاستقامة قائمة على أصلين. الأول على التوحيد. الدليل شنو؟ علاقة التوحيد بالاستقامة شنو؟ قال الله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا شنو؟ صراط مستقيم، مش واضحة؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، تعبد الله سبحانه وتعالى. ولعل الإخوة في هذا الأسبوع فصلوا في هذا الأمر، ولا يمنع من أن نفصل، لكن هم فصلوا أحسبهم ودظن بهم يعني. وما زال الناس يفصلون، هذا هو الدين.
الزول يسأل الله، يتوجه إلى الله، دار رزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، دار جنة، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إلى آخره. دار حفظ، ما دعلك في الطفل كمون ودعلك فيه حاجات وحجبات يعني. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا شو؟ إلا هو. مش واضحة؟ واضحة جدا. واحد في بزبد من أخواننا اسمه إبراهيم، بتونس معه قبل كم يوم، مشينا المنطقة ديك، بعدين في بزبد قال لي في واحد صاحب ولا بعرفه قريب، قال لي الزول ده عنده موتر ومعلق فيه كمون عشان يحفظ الموتر. قال الغنماية جات ما أكلت إلا الكمون ده، بس لما في الكمون أكلته وخلت الموتر، يعني ده جايبين إنه يحفظ ذاته، الغنماية جياهته. وأنا متكيف منها جدا، هذه الغنماية، هذه المعزه والله أكلت انتهت منه طوال. يا أختي في تلقى معلق إلا كمون، وشوف معنا ذيلة القرية سائلة واكل له ملاح خضرة، شفعنا ذيل كلنا يعني. لا ما ان شاء الله بعدين تلقاه ريال الخضرة ملانة فيه، وتلقاه جاري ذاته تحت ما بجي ولابس له قميص ملخبط وفي الطين ما جلبط، وده يقول لك وده خايفين على من شنو انتو؟ ده اسئله بالدعين ولا بدي عين ذاته؟ الشافعي زي ده بالدعين يا اخي، الناس اللي برا مضاف ويلمعوا وبلدهم ذاته بلاط والناي، وتلقاهم نضاف ما شفتهم بيجيبون لك في الدعايات والحاجات ولا في كمون ولا انا حافظهم منه. الله سبحانه وتعالى شافع ذاته، تشوفه اغلبيه اللي بيلبسون كمون ديل عليك الله عين زي الناس كده، بس انت عين له وقول استغفر الله كله، بس انت ركز في كلامي ده وجربه شوف، وكلها مصايب ساي يا جماعه اللي بيحفظ الله. يا نبي الموضوع ده طويل والله، بيحفظ الله وبدي الجنة الله، وتسأل الله في الشدائد وتتوجه إلى الله، وهذا هو الأصل الأول. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف القرآن واضح كيف، قال لك لو دعيت غيري وتوجهت لغيري ما بيسمع، انت تصر وتصادم القرآن وتقول لا بيسمع. قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ما الله بيقطع الحجج كلها، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو دي حرف امتناع، حرف امتناع لامتناع، يعني فرضا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شرك وتي تقع فيه، ولا ينبئك مثل خبير. لذلك تتوجه إلى الله، تلجأ إلى الله، قوم بالليل أسأل الله. قال وعندك أي مشكلة؟ شفت الثلث الأخير كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، الثلث الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك كل ليلة، كل ليلة. انت أسف لو مسافر قال لك أربعة صباحا يمكن الليل ذاته ما تنوم، تقول يا أخي الطيارة دي يمكن تنوم تسافر، تلقاك الجبنة والشاي والنس فيك حدي ودوك المطار، انت دارت الثلث الأخير وقت الإجابة قوم فيه، أسأل الله وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أسأل يقبلك ليكتب، تتوجه إلى الله. الأصل الثاني والأخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قال المحور الرابع نخليه بعد الصلاة، لكن الأصل إن شاء الله، الأصل الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يا جماعة تابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المتابعة كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في العقيدة وفي الأخلاق والمعاملات والعبادات، العقيدة والأخلاق والمعاملات والعبادات،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ودليل أن هذا من الاستقامة قول الله تعالى في هذه الآية التي بدأت بها المحاضرة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن شاء الله بعد الصلاة نذكر المحور الرابع والأخير هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المحور الرابع والأخير من محاور هذا الموضوع، وسبق أن تكلمنا في هذا الموضوع في غير هذا المسجد، المحور الرابع هو أسباب الثبات على هذه الاستقامة. ليس الشأن مجرد أن يكون العبد مستقيما، لكن الشأن أن تكون مستقيما وأن تثبت على هذه الاستقامة حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وده ما معنى يا جماعة الزول يكون معصوم، الزول ما بيغلط، بقع مرات في أخطاء، لكن المستقيم سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما معنى إنك بتبقى معصوم، أنت قد تخطئ لكن سرعان ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد يثبت على هذه الاستقامة بأسباب كثيرة جدا نذكر بعضها. السبب الأول الفرار إلى الله تعالى واللجوء إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاللي بيثبتك هو الله سبحانه وتعالى، أنت تسأله. عشان كده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تسأل الله كثير يثبتك، لأنه يا جماعة في مضلات الفتن الآن كثيرة جدا، قد تضل قد تنحرف، لكن إذا سألت الله تعالى الأمر هين وسهل. وهذه المحاضرة دي كلها في النهاية باختصار الزول يوحد الله ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، بس باختصار شديد جدا، ما في شيء معقد كثير هنا، بس زول موحد متبع النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله يثبتك. ده واحد. اثنين من أسباب الثبات القرآن. ما يعقل زول مستقيم لا بيقرأ القرآن، لا بهبش المصحف ولا كذا، مع أن القرآن من أسباب الثبات. هزول بتلقاه كل يوم عنده جزء أو جزئين أو ثلاثة، أو بيقرأ جزء أو جزئين أو ثلاثة أو أكثر، تلقاه بيقرأ القرآن. القرآن ده من أسباب الثبات. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انت لما تقرأ القرآن بيثبتك، تقرأ عن الجنة، تقرأ عن النار، بيزيد إيمانك، تثبت. إنما المؤمنون الذين، كما في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إلى آخر الآية. فجماعة زول يقرأ القرآن، يقرأه أجر عظيم، ما في كتاب في الدنيا دي الحرف 110 حسنات حرف الواحد، انت لا قال ما ذكر القرآن. واليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. الزول ما يلقى ساعة للقرآن، وبعد الصبح بدل تنوم طوال اقعد فيه المسجد اقرا، او امشي البيت اقرا. وفي ناس تلقى زول كبير في السن تلقى قبل الصبح بساعة ساعتين، ولقى عندي جزء قبل الصبح، في ناس كده ولقى عندي جزء قبل الصبح،
بيقراوا بيقرا كمان. الوقت داك التدبر بيكون قوي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يتواطأ فيها القلب مع شنو؟ اللسان والقراءة وكذا. فالإنسان يقرأ القرآن ده من أسباب الثبات. شوف الناس اللي انحرفوا أغلبية، شوفوا تلقى علاقته بالقرآن ضعيفة، قليل منهم. لكن زول طواء كل يوم بيقرأ قرآن ويتلذذ بالقرآن، والله بيشرح صدرك لقدام. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الفتاوى لابن تيمية رحمه الله في الجزء السابع، قال: تكفل الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا ينسى في الآخر ولا يشقى في الآخر، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر، وأورد الآية: فمن اتبع هداي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إلى آخر الآية. فتلازم القرآن، لازم قصص فوائد. السبب الثالث النظر في السير والتراجم. التراجم يعني يقول لك فلان من السلف مثلا من الصحابة، يقول لك سيرته كذا وكذا وعمره كذا ومن الأقوال التي قالها كذا، مثلا يقول لك سيرة ابن عباس رضي الله عنهما كمثال، يقول لك نشأ كذا وتعلم كذا وتعلم على يد فلان من الصحابة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك أقوال لابن عباس، ويجيب لك السير دي من أسباب الثبات. سير الأنبياء وسير الصحابة والسلف، لما نقول السلف المقصود الصحابة والتابعون وأتباع التابعين اللي هو القرون المفضلة الثلاثة. فإنت لما تقرأ في السير دي بتقويك. شكي رب العزة والجلال قال في القرآن: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. دي من أسباب الثبات. هذول يبتلى في يبلغ الدعوة، يقوموا الناس ينفروا فو يمشوا. لما نقرأ قصة نوح عليه السلام مش مرتاح؟ مرتاح. 950 سنة في النهاية، فما آمن معه إلا شنو؟ قليل. 950 سنة هسه منو في الزمن ده اللي اشتغل 950 سنة دعوة؟ لما تقرأ قصة يوسف عليه السلام وقصة يعقوب وإنه يوسف دخل السجن وابتلاءات، فأنت كل مرة بتستفيد، تقرأ القصص دي بتستفيد. السبب الذي بعده الرابع ونكتفي به والأسباب كثيرة، أن يعود العبد نفسه متى ما علم الأمر سمع به وعلم به أن يقوم به، ومتى ما سمع النهي وعلم به أن يجتنبه. ده والله من أكبر أسباب الثبات. بعد الدعاء تعود نفسك أي أمر عرفته الليلة دي طوالي تطبقه تعمل به، وأي نهي سمعته طوالي تجتنبه. الله بثبتك على الدين. ورب العزة والجلال صرح في القرآن في سورة النساء قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بخلاف البيجي والأمر، أول شيء يجي والخبر، ما هو القرآن ده يا أخبار يا أحكام، اثنين يا أخبار يا أحكام غير الحروف المقطعة أو الحروف التي تبدأ بها السور. لكن السور يا أخبار يا أحكام ما في شيء ثاني. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وده القرآن كله، أي آية عائلة يا بتلقاها خبر تصدقه تؤمن به، يا حكم تعمل به، ما في شيء ثاني. الزول يعود نفسه جاوا الخبر ما ينظر كثير، قال لك الله قال كذا سبحانه وتعالى، ما تنظر كثير. لا ما معقولة كذي، ما بتجي كيف ما بتجي،
ولك لك العقل كذي الشغله دي ما بتجي، لا بتجي، لانه العقل ده ناقص، عنده نقص، لانه او عنده حد، هذه انت بتشوف. لكن كان قال له كسي الزلط فيه شنو؟ ما شايف في حياته في حاجه، بصرك عنده حد معين. كان خلوها لك صحراء ذاته في محلات ما بتشوفه، بس تشوف سراب. وانت ما عمى، لكن البصر عنده حد، السمع عنده حد، كذلك العقل عنده حد. الحاجات انت تؤمن، عشان كذا الفرق بين المؤمن والكافر من الفروقات. المؤمن يؤمن ويصدق، والكافر يعاند ولا يصدق. الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى قال فائدة عظيمة جدا في أسئلة القبر. قال يسأل العبد من ربك، ما دينك، من نبيك، إلى آخره. قال ولا يسأل عن حزبه، يعني ما بقول لك انت كنت في حزب كذا معناه انت بتنجو، ولا عن قبيلته، انت كنت قبيلتك شنو كذا، ها انتوا ياهو طوالي دماغ في القوة. ولا بلدك، ما بيسألوك من البلد، سوداني ولا مصري ولا سعودي ولا كذا ولا امريكي ولا فلسطيني، كله في النهاية انت مش بشر، يسألوك اسئلة معينة. المؤمن والموفق يجاوب، يسألوك من ربك؟ الله. ما دينك؟ الجواب شنو؟ الإسلام. يسألوك ما دينك؟ تقول أنصار سنة بتحلك، ولا تقول أنا ختمي؟ ده عندهم حديدة كان ختموا لك هنا ثاني وقتهم، ولا تقول أنا قادري ولا تجاني؟ ده كله يا جماعة ما بينفع. والله الذي رفع السماء بينفعك تكون على الإسلام القويم، حر براك. ولك يعني أبقى معاكم؟ لا ما معانا نحن. طيب مع ديلك؟ لا ما مع ديلك. مع منو؟ مع الكتاب والسنة بس، وما كان عليه الصحابة. في إنصاف أكثر من كذا يا جماعة؟ أنت خليك حر براك. أنت إلا تبقى في جماعة؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردة. مش كلام واضح؟ قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا شنو؟ ما سعى. كلام واضح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بس. وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه براه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فانت لما تطبق السنه دي ما الا في جماعه. اقول لهم انا حر بس، ما معايزه. لا يقول لك ما قصرتها شويه، ما الرسول قال سواك صلى الله عليه وسلم. وين قال كذي؟ في احاديث كثيره، في صحيح مسلم من روايه ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل إزاره والمنان الذي ينفق منة والمنفق، وفي لفظ المنفق سلعته بالحلف الكاذب. الثلاثة ذيل قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره والمنان، مديت فلان وأنا مديتكم عملت ليكم، الذي ينفق منا، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله رأس مالك كذب زاد، بعدين بتورط. ولذلك انت تتقي الله سبحانه وتعالى، ما تشتغل بكلام الناس. والناس دي بيريحوك، والله ما يريحوك في اي شيء، ما بيريحوك. شكي الشافعي رحمه الله بدري قال رضا الناس غاية لا تدرك، غاية لكن لا تدرك. ما بخلوك، هم بقيت رمتالي. هسي الشاب بقى رمتالي وعمل حاجات كيف حاجات كيف، وغويشات مكتوب فيها صح ما صح، وبناطلين كيف وحاجات، يقول لا درم تالي ساي، بيقولوا لك درم تالي.
وإن بقيت مستقيم ولك ده مشدد، وإن بقيت في النص يقول لك خلي النفاق، يا مش معادل يا معادل تعمل شنو؟ بس انت رايك شنو تعمل شنو؟ ما خير تمسك الحق، اصلا هم ما بريحوك والله، هسي في اي شيء ما بريحوك، هسي انت ان بقيت زول عادي ساي يقول لك، وان بقيت رئيس يقول لك اه والله، وان بقيت في الكوره لا لا بينازل المريخ بيريحوك والعكس بيريحوك من الريق، ما في زول بيريحك يا جماعه، في النهايه انت طبق الحق بس، انت كان داير رضا الناس بتدعب زاي. ويا اخ ابو طالب، وانا اختم بيدي، ابو طالب ده ابن تيميه قال كان ابو طالب يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ويدافع عنه، وكان لا يحسده، ما بيحسده، وكان يحب انتصار دينه على قومه على غيره، ثاني في شو ويدافع عنه. وفي مختصر السيرة 3 سنة حاصرون في الشعب، كافر وكبر في السن، حاصرون 3 سنة جوع النسوان وجوع الأهل وتتعبوا. قال صاحب المختصر: وكان إذا جاء الليل سمعوا صياح النساء بالبكاء من الجوع. كفار دفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عنه حليم رشيد غير طائش. شوف مدح الرسول كيف صلى الله عليه وسلم، قال حليم، مدحه في قصيدة طويلة لكن أنا أديك منها بيت ساي، قال حليم رشيد غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. الكلام ده مش غريب، قال الرسول ده يوالي إلها ليس عنه بغافل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان ما خايف من كلام الناس، شكي ابن تيمية قال هناك في الفتاوى، قال: ولكن لما صار الأمر إما أن يتبع الحق، أن يتبع الحق أي ويموت عليه، أو يختار الأهل، ضعفت نفسه فاختار الأهل. دي الخطورة هنا، وعارف الحق من بدري، من الرسول عمره 13 سنة صلى الله عليه وسلم، بدري من قصة الراهب، والوقت ذاك لسه البعثة ما جاء. الراهب قال له: ما مكانتك منه؟ ما شاف الأوصاف، شاف بعض الأوصاف، قال: أنا أبوه. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيا، المفروض أبوه يكون ما حي. قال: أنا عمه. قال: أرجع به إلى بلدك، فلو رأته اليهود لقتلوه. فرجع به، عارفه من بدري إنه دجنه أمره ما عادي، يعني ما زي عامه، وإنما هو رسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ده ضعفت نفسه، اختار الأهل والناس على الدين. فإنت ما تضعف، هرقل في صحيح البخاري، هرقل ده في النهاية لما جاء الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ ما أرسله به وقرئ له، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد الشرفة وصاح في الناس وأغلقوا الحصون، فاجتمع عليه الناس، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقاموا عليه كالثور، قربوا يهدوا الحصن، فخاف. قال الزول العابد والراهب وإمام ذاته: لما نسلم كتلوه، خلي أنا زول ملك ساي. فقال: كنت أمتحنكم في دينكم. شوف رجع طوال، وأنا على ملتكم، فخروا له سجدا، سجدوا له طوال، رجع طوال. لذلك يا جماعة الزول ما تثبت على الحق، فاصبر على ما يقولون. هم بقولوا يقول والله، شفت يجيبوا لك كلامات وأشياء يحيروك ذاته. وجاتكم في واحد كان جدا الله يرحمه
وقريبنا بجنبه كذي الله يرحمه بمشي له في بيته زيارة يقول لي ها دار أخش معاكم بتدوني بالكويتي ولا السعودي أنا سوداني معاك والله لا كويتي في يدي ولا سعودي بي. وكل هوا الساي وبلاوي ساي وانت يا أخي ما تخش مع هذا ولا هذا أبقى براك بس خليك حر مستقيم طبق الآية والحديث والكلام يطول نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خير أيوة الفاتحة دي يا جماعة اللي بيسموها بعد الصلاة دي أنا دار أديك فيها كلام لواحد من أئمة المالكية وهو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى جاءه أقوام من الشام فقالوا له ظهر فينا أقوام يقولون بقول محدث يعني كلام محدث قال وماذا يقولون قال لهم الشاطبي ماذا يقولون قال ينكرون علينا أن ندعو بعد الصلاة ينكروا علينا دي يقول لنا ما تدعو جماعة بعد الصلاة دار يدعو برا ودا الدعاء ذا في أي وقت لكن جماعة دي ما تدعو بعد الصلاة فقال الشاطبي رحمه الله أصابوا السنة أنكروا عليكم دي أصابوا السنة قالوا يا إمام ألم يقل الله في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فقال لهم الشاطبي هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تنزل عليه فقالوا نزلت عليه قال هل فهم منها هذا الدعاء دعا للصحابة جماعة قالوا لا قال ما أنتم بأفهم لكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كلام واضح القرآن ده أنت ما أفهم ليه أفهم به من الرسول عليه الصلاة والسلام وليه فلذلك يا جماعة ما دام إنه النبي صلى الله عليه وسلم هديه كان بعد الصلاة يستغفر الله ثلاثا ويقول الأذكار المعروفة فإذا فرغ من أذكاره دخل إلى إحدى حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه يوما واحدا ولا ليلة واحدة أنه دعا جماعة بعد الصلاة وطالما ما عملوا الله في القرآن سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الزول قال له الكباية دي مالانا ما زي داسي مالانا للنهاية عصير ولا موال لو جبت حجر رميته بيحصل شنو الدف الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم الدين اكتمل طق ما في زيادة فيه زيادة ما في بس تطبق بتجي أشياء جديدة على الناس من جانب الأحكام يعني بيجي شيء جديد على الناس يقوموا يسألوا ده حلال ولا حرام في الطيارة الطيارة بتقبل كذي مرات في الصلاة ومرات تنقلب بعد ذاك العلماء شنو بيقوموا بقيسوا الأحكام دي على دي أو بيجيبوا الأحكام القديمة مع الجديدة ف ما يوافقون القواعد الفقهية إلى آخره والنصوص فتتم الأمور لكن ليس في الدين شيء جديد يؤتى به الآن شكي الإمام مالك قال من أتى ببدعة وزعم أنها سنة أو من الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة أيوة حسن وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا فذا الجواب الزول ما يدعو براه في أي وقت تدعو براه جزاكم الله خيرا بارك شغلة بتطول تفضل آخر سؤال جزاك قال الاستواء في الصلاة هل بجانب الأمشاط بالأصابع ولا بورا بالشنو بالكعب ابن عثيمين رحمه الله قال في كتابه فتاوى أركان الإسلام قال الاستواء يكون بالكعب بالخلف وأورد حديثا عن أنس رضي الله عنه في الصحيح فالاستواء بيكون بالكعب
لأن الاستواء يكون بالمناكب والأكتاف والأقدام والقدم الكعب خلف، لأن ذات الناس في الرجل طويلة والرجل شنو قصيرة، لو بالأصابع في واحد بيكون وراء وواحد بيكون، لكن الأقدام تكون مستوية، ودي من الأشياء الآن تكاد تكون مفقودة، بل في بعض الناس إن قربت رجلك ده بينتظر بس 200 الإمام ده يسلم عشان ينجمك، يقول لك يا أحمد زي كده، وحاجات كثيرة جدا. حتى في شاب كان بيدرس في مدرسة من مدارس بحري دي مدارس الغد، كان بيدرس معانا وكنا بندرس هناك، فقال لي عنده واحد من التلاميذ صغير، فمشى ليجده فبصلي جنبه بعدين بيقرب منه، وذاك متضايق لما جاء الأستاذ قال له يا أخي الشغلة دي كذا وكذا، قام وراه مشى قال له يا جده انت هسه كرة القدم دي بشوتوها بالأصبع ولا بالكراع كلها؟ قال له الكراع كلها. طيب قال له انا ما دارك خذ كراعي دي كلها، قال وكذا، فحيروا ذاته. فلذلك انت شنو؟ في النهاية الاستواء يكون بالأقدام، الجواب باختصار يكون بالأقدام الأكعاب الخلف. جزاكم الله خيرا.